في التربية لم تقدم وزارة التربية الوطنية لحد الآن للأساتذة كيفية احتساب أو العمل بالبطاقة التركيبية التي تدخل في تقييم تلاميذ الأقسام النهائية، رغم إصرار بن غبريط على العودة إلى العمل بهذه البطاقة ضمن إصلاحات البكالوريا. نسيم الوافي. رغم تراجع وزارة التربية الوطنية عن تطبيق مسار إصلاحات في البكالوريا، إلا أنها لم تتخلى عن قرار العمل بالبطاقة التقييمية لتلاميذ الأقسام النهائية في وقت لم يتسلم فيه بعض الأساتذة كيفية تطبيقها رغم انتهاء الفصل الأول. خلاص الفصل الاول داخلين الفصل الثاني، رانا فعليا في الفصل الثاني، فنطالب اذا كان لابد من بطاقه تركيبيه ان تعطى لنا الاليات تنفيذها. عدم توضيح الوصاية للخطوط العريضة في كيفية اعتماد الأساتذة على البطاقة التركيبية في احتساب معدلات التلاميذ الممتحنين يعزز من ظاهرة الغش. لازم الوزيرة تبين الأساتذة البرنامج تاع الإصلاح هذا تاع البطاقة التركيب كيفاش غيكون، هل هو يحتسب السنة الثانية والثالثة مباشرة أم كيف يكون نقاط السنة الثالثة، هل الأساتذة هم اللي راح يصحوا الامتحانات تاع الأولاد تاعهم، لو يكون نقاط راح يقيمها الأستاذ بنفسه راح يشجع التلميذ تاعه، بالتالي ما راح تكون نقاط التلميذ راح تكون بالتضخيم. لابد من أن يكون امتحان تاع التلاميذ يصحح من طرف أساتذة واحد من مؤسسة أخرى أو من قسم آخر. تنازل أو تراجع بن غبريط عن إصلاحات البكالوريا التي أسالت الكثير من الحبر في السابق دليل على اتخاذ مصالحها لقرارات ارتجالية دون دراسات مسبقة، ما يدخل التلاميذ في دوامة تناقضات الوصاية في تطبيق تعليماتها.